تمشي خلي الناس خطوا بعد غادي اسبوع غادي غادي برك انت قاعده في فمك غادي بو غادي السلام عليكم مرحبا ومسيكم بالخير مسيكم بالخير اش عامله فيكم سخانه اسم شهيلي يوم في خيلتي فلطف سخانه مش عاديه اليوم خاصه في العشيه هذه زدت سخنه اكثر قلت خناف تحرب جعفر فماش نشم شويه نسمه بارده اخي سبحان الله الهواء سخون شهيلي ربي يرحمنا ان شاء الله ويبلغ بنا على كل تحياتي لكم ناس كل كيا ومرحبا بكم كما قاعدين تشوفوا اكل تشوفوا العباد كبار وصغار صحيات اخويا العزيز سواء الناس بيه ناس كل قاعده تعوم ناس كل في الماء فهمت بصراحه ربي يرحمنا كو احنا تو في شط بو جعفر كما قاعدين تشوفوا فهمت هذا هو الجو تاع شط بو جعفر تشوفوا بالمناسبة الليلة هما سهرية متاع سابر الرباعي إن شاء الله باش تبدا من العشرة متاع الليل باش يقوموا بها هنا في الساحة المتوأمة متاع قبل لوليس دي بو جعفر فهمت واحنا قبل السهرية متاع سابر الرباعي إن شاء الله عندنا عرس باش نعديوه إن شاء الله مباشر من سال ميزون دو فلور مقاومة موجودة في شط مريم عندنا مرواح خونا نجم الشويقي انا منا نعديو العرس نروح العرس وبعد نجيو نخطو على صبر الباقي ان شاء الله وبعد نكونوا تحياتي لكم الناس الكل كي منين تبعوا فينا وشو هو الطقس عندكم وشو الاجواء عندكم السخانه يا اندرا موجوده في السبارك ولا في كامل الوطن العربي وكامل يعني ولايه تونس تحياتي اخويا تحياتي لكم مرحبا بكم هلا شوفوا البرا التريف بعد ما ندور البرا من بعضنا ناخذ فكره على الشط هاي هو جاب عندنا تاي بالبقلاوه ايواش ما شاء الله ما شاء الله هذا هو كويس تاي منعنع جاب عندنا على السلامه يا حاج بقلاوه ولا نعناع برك هذايا تاي نعناع ولا تاي بقلاوه لا لا تاي اخضر اه تاي اخضر عادي برا ولا هاي اللي يحب اللوز بالكاكاويه قداش كاس تاي تو دينار العادي به دينار العادي وبلوز ب 3000 انا المراه شفتها مش لا كان هبطوا بشط بو جعفر وشريتوا على كويس تي انا غزوله خذوا من نعنع نعنع عربي منعنع خذوا من عندها وعملوها مساج ما فيها باس ما بعرف حم طيب وش عارف حم هاو الكانون هاي به به مسرش ابو شوين الكانون طيب التي فشط ما فيها باس نعملوها دينار كويس تي حكايه ولا بلوز 3000 فرنك ما يقلقش ربي يعينك يا يجيب لك القسم ان شاء الله هاكم شفتوها المراه هوني مش عامله لما لا لا بيخليه خليك علاش تاخذ مراك اش غاتعمل انت لاباس لاباس الحمد لله صابر ما شاء الله المليارات ولا شيء يكرر فيه شمسي صابر وش ربي معك بيه نوصلوا بعدنا به وبعد نوصلوا نبتوا نعملوا طلع على الشط لوتا وبعد نرجعوا نرفوا قايا بسرش لا يعطيك الصحه يعني بارك الله فيك عايش كان بيجيب لك القسم ان شاء الله عايش نوصلوا بحذا الشط لهنا على الماء نشوفوا العباد كيفاش قاعده تعوم بس سعيد عباره انتم توا معنا على عين المكان عباره انتم قاعدين تعوموا بس كربت الشرطه ممنوع وقوف السيارات ممنوع مرور السيارات من الشارع هذايا يعني تحذيرات الحفله نتاع الليله ان شاء الله كونوا في الموعد هبطوا مسالش صاريه باهيه طقس يعني شجع على الهبوط الطقس فهمت انا كشوف يعني انا بطل الشط ديريكت مباشرة في الشط هنا تو شوفوا بعدنا السلام عليكم تحياتي باش نشوفوا هنا بعدنا كالعادة ديما نعيش فيكم اللحظة هي بيدها عبارة انتم موجودين انا شباب كبار صغار قاعدين تعوم حاجة رمز تاع نجم رياضي الساحلي مقابلتنا كالعادة هلا تشوفوا طقس سخون بالحق الماء شيء عمى صدقوني والله التو لعمتين التو الساعة هذه التو لعمتها راح تتسقي في الماء ايش هذا يعني الجمعة اللي فاتت يعني تبليتوا برا شوية يعني ماشي عشت كيما لك نصور اما عمان التو لعمت فهمت
هاكا شوفوا بعدنا. تو باش نحط لكم غنية تاع عبد الحليم حافظ تتمشى مع الطقس هذايا، نار يا حبيبي نار، بالحق هي نار ان شاء الله. ونصلوا بعدنا ان شاء الله نطلعوا لفوق، فهمت؟ و عطينا فكرة من بعدنا، انا شفتوا عباد ما شاء الله، فهمت؟ اللي طيب في التاي طيب، اللي في الهندي ياكل في الهندي، صحوا بالشيء لهم. المهم النظافة ان شاء الله يكونوا محافظة على النظافة نتاع الملو برا وتوا على الشط، فهمت؟ صغيرات عائلات. أنا نخلوا لعباتهم الأرواح والصحة العمى، الناس الكل نقول لهم صباح بيحة، ونواصلوا بعضنا هنا، عطينا فكرة من بعضنا هنا على الشط. كما قلنا لكم تو باش نحط لكم الغناية، نار يا حبيبي نار. ومن بعد فريد شقاء معبي، بس هذه كل شقاء معبي، لا اكيد شقاء معبي، فهمت؟ نصور هكا حتى الناقصه طريف، من بعد شقاء معبي برشا عباد وبرشا عائلات ثاني يبداو لهنا موجودين، فهمت؟ نمشيو شوي على الاستراد. قولوا لي الغنيه عجبتكم ما عجبتكمش الغنيه، اختيار هو اختيار شخصي. ان شاء الله تنال رضاكم. هلا هاك شوف هنايا، هو مش كيما الجمعة اللي فاتت، الجمعة اللي فاتت أكثر راني يعني حركة كبت لهنايا يعني، حتى واحدة نتاع التران هنا كانت موجودة منعوها الشرطة اليوم، فهمت؟ هنا المكان المخصص، فهمت؟ هذه البلدية الأمن لله، هنا مثلا تحذيرات، نص شوية بحث المنصة، أنا نطلع بحث المنصة، تحذيرات. شوفوا هكا عباد، هلا تو نشجعكم باش تهبطوا، نشجعكم باش تهبطوا، وردوا بالكم على صغيراتكم زادا. لحظة برك نوقفوا شوية غنايا، كان هبطتوا اليوم في الليل هبطوا باهية، سهرية باهية، جو باهي، أما ردوا بالكم على صغيراتكم، راه ذيك الزحمة وكل شيء، اللي عنده صغير ماذا بيه يحاول يشدوا ولا ناشن، كانوا عاقل ويمشي مع هو هما، ما فيها باس. كانوا يفركح برشا يحاولوا عشان تنجم تصرفوا، يحاولوا خاطر نجم يذيع صغير، فهمت؟ هذه المنصه لهنايا كي شوفوا، انا ان شاء الله عندنا عرس، بعد العرس عندنا السهريه لهنا ان شاء الله. تحياتي خونا رفيق قيرات، وخويا توحشك الكعبه، توحشك الكعبه ان شاء الله، ومكه بيت مكه، هذه الكعبه هزوها من هنايا، فهمت؟ لانه ممنوع وقوف السيارات لهنايا كما قلنا، فهمت؟ اخويا ان شاء الله يجي بحثنا لسوسه، مرحبا بك، هذا هو شط ابو جعفر راك تشوف، فهمت؟ هذا شط ابو جعفر تشوف العباد لهنايا، يعني صار عامل جو، تحياتي، فهمت؟ في الاجواء العامه نتاع لا لا هنا. نعرف. بارك الله فيك، نعدي خاطر نعدي. بارك الله فيك سيدنا. نواصلوا وقفوا، فما احنا توا خذينا فكره هنايا على شط بو جعفر على الكورنيش حركه، احنا توا طالعين نمشيو على شارع حبيب بورقيبه، نواصلوا بعدنا ناخذوا فكره على الاجواء في الطريق، معنا بعد ماشيين، وكان وصلنا حتى نمشي الجامع الكبير كالعاده، وصلنا الجامع الكبير غادي كايا، و حركه الجو هنا كمان الجرياج كل شيء موجود. شوف العباد هنا، ها
انا المرأة لانه مقهى بيا لهنايا في نقاو العمارة هذيا فيها سانكيتاج فيها الكلاس فيها الكافيه قهوة فيها الريستورون فيها يعني مكان ممتاز عائلي فهمت نجمو تاكلو هنا فضاء يعني عائلي ترفيه مزيان امتياز باهي حاسيلو ريستورون زاد فيه كذلك أكلة فهمت تاخونا سلم الخليفي مش نخرج من هنايا مش نخرج هنا مسافرينها نخرج من هنايا احنا تو نرجع تو على شارع الحبيب بورقيبة عسلامة هاي روضة عرضتنا روضة عسلامة يا روضة شو عندك يا روضة شو عندك اليوم مين تعيب بقلاوة وين الترناد ما برا اليوم عندك هاي يا سنة عدد يا اختنا روضة وني يعني كل ديما تخوى بلد العربي موجودة في جنب مبحر موجودة اليوم ما عندها الماء هاي الماء مقلس الماء برد هاي يا رب عينك يا روضة هاي ماشي كنا رفيق جيرات من حبيبي تحياتي مرة أخرى شوفوا حتى صغيرة زاد المتهرين جيبوهم مالهم هنا البحر باش يعني ما البحر به يداوي فهمت هاك شوف فما الأمن هنايا هذا جو بلاد صون طقس نار بحق نار 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 طقس ما شاء الله نقرا في الكومنتات ما تنساوش كما قلنا لكم ان شاء الله اليوم عندنا عرس مباشر نعديو عرس مباشر بعد ان شاء الله نجيو نعديو سهره تاع صابر باي هذا هو يا حبيبي بحبك قلبي يا حبيبي لا لو تعرف اللي انا فيه وش كان قلبك يسهر شوفوا الاجواء برشا يعني حركه يعني كلاب برشا لهنا لانه الطريق قاعد يهز في الكلاب ويجيب شكري تعيطي خويا نازل كذلك حاب ياخذ الكلاس هنا فهمت ياخذ الكلاس ماشي نتوا الجوله نتاعنا هذه عجبتكم ما عجبتكمش شوفوا اراءكم في طبعا نقل الكومنتات لان كيبا جويد عليا باش راه فيها بالبدا غنصور يا
حبيبي. بالحق نار 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 طقس نار يعني تسود بسخنة هو شيلي برشا نزل سوس بالاس هدايا اللي في وقت من الأوقات كان يعني الحبس متاع سوس هدايا سوس بالاس كان حبس قبل الاستعمار والمحكمة اللي كانت يعني نزل حضرة موت هو اللي كان المحكمة توا كل شيء يتبدل كل شيء يتخلى في التطور لأن على لسان القهوة قهوة البلاس معروفة جابوا القهوة سينما البلاس في المنطقة كل والتياتر أنا وصلنا بحدا صمت بورقيبة ونخدموا معكم إن شاء الله غادي كيا سيدي هلا توصلنا بعد المسرح سيدي مسرح البلدي دي سوسه تياتر على لسان نلقاو عم سالم جي من اشهر المحلات يعني الحلويات مكان معروف برشا فهمت تصور حتى تخصكم برشا مش برشا عباد يعني الناس اللي كاين في الدار قاعده الدهوش ولا في البحر ونصور من بعد في السهريه باش تكثر برشا عباد يعني برشا حركه تكثر اكثر في العاده المونوبري القديم فهمت اللي بقى على حاله يا حبذا لو كان يعني سهل يوقع ترميمه ولا اعاده يعني تهيئته يعني الهيئة نتاعو هو هذا هي بيدها لكن بطريقة يعني عصرية فهمت هذه المندوبية الجهوية للسياحة نتاع سوسة قبل نتاع صنبت الزعيم على سهل كانت قهوة ال ديما ننسى اسمها يعني كانت قهوة هنا على اليسار ناخذ فكرة هذه المندوبية الجهوية للسياحة هاكم شفتوها ما قاش اللي توا باش نقارو احنا مبحر جمع الكبير كالعادة احنا ديما نقولوا شنو نخدموا معكم لهنا ولكن نواصلوا بعد نشر الجمع الكبير ان شاء الله يكفينا الوقت ان شاء الله هلا اللي يستاهل السوسة وهبش السوسة عنده مدة كبيرة هاكم عبادة تو تو موجودين هنا فهمت هنا نلقاو البرد هنا محطة تاع الكيران اللي خبطنا على اليمين شارع محمد معروف يزن لي سي كارسون من هنا مدرسة الشباب الشمالي باب الجبلي على اليسار قالوا احنا في تروكاديرو الفوق هنا شارع الجمهورية على اليمين نلقاو الناظور نتاع قصر الرباط قبلنا مكتبة سيدي يحيى بن عمر هذه هي كالعادة والعوايد احنا مرة أخرى توقفنا لهنا وسد لكم قلت لكم نجيبوا على اليمين ولا على اليسار يعني نجيبوا على سولا سونتر ولا نجيبوا على النجا سوافا هاي مرة أخرى تو أول تعليق منين باش نجيبه تو مرحبا بكم الكل كي فهمت هذا جد سيدي يحيى نجيبه من هنايا على الصوافة نرجعوا على اليسار ولا نوصلوا من هنا على سولا سونتر نشوفوا تعليق أول تعليق فهمت على سولا أول تعليق الازرق لا 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 رزق لا لا روز تحتي لا روز مشي ناخذ بخاطرك توا مشي جيبوا على سولا سونتر ناخذ فكره هنايا هذه محطه الكيران مقابلتنا لهنا فهمت
على اليسار نلقاو سور الجبلي، الناس اسمه سور الجبلي، خرجنا على باب الجبلي وعلى جامع المعلق وعلى دار السيد، متحف دار السيد، وعلى اليسار نلقاو احنا في الصوافه القديمه، نقعد مكبه كذا. هنا قبل كان فما سيكليست هذايا وين تو تبيع في القفايف وكل شيء، كان سيكليست قبل. كان تلقى مطعم القزقوز لهنا، كان مطعم القزقوز، وكان قهوة العياشي، كان فما سبط لهنايا في الحجامة وفي صوافة زادة. خرجنا على النهج الآخر من غادي، تو ما عادش اندثر ولا تبع سولا سونتر. هذه فتحة بتاع جادة سيدي يحيى، قبل كانت مسكرة، ولهنا كانت فما فسقية نتاع ماء قبل. الفترة هذه فما فسقية نتاع ماء وكانت مسكرة. وقاعة تحسين المنطقة هذه مشيلها وتعييتها. حاجة برك ناقصة البلاصة هذه هي الكراسي، كثروا كل الكراسي علاش يقعدوا العباد ترتاح. فما نساء كبار، فما كذا، ما نجموش نلقاو شنو نرتاحوا، هذا بينا كان كثرنا من الكراسي. وحاجة أخرى، والله حاجة أخرى نحب نوجه واني المعني بالأمر. مدينة عتيقة سوسة ما فيهاش يعني مكان نتاع استراحة، يعني احنا نقولوا احنا فيسي تواليت، فما فماش. ماذا بينا لو كان يعني كانت عندنا هنا واحدة مشاو نحوها وخلوها كاك يعني مسيبة منها الحيط، حتى لسان كي تحصل راجل كبير شلاه يعني يدبر راسه، تجي تحت حيط ما تبدا مرأة ولا بنية مشلاه ما تلقاش مسكينه من تبدا. سبحان الله، مسير مرض بالسكر كذلك، الاجانب ما يلقاش من يستريحوا لهنا، ما عندناش بالحق ما عندناش. ماذا بينا كان يحاولوا باش يلقاو مكان يعملوا لنا فيه لهنا يعني بيت استراحه. شوف بلاد العربي كامله كانت عندنا واحده لهنا منحوها قبل البنك سنترال، هو المكان نتاعها لهنا نوصلوا نشوفوه تريب بعد ما نسالش، وسعوا بالكم معنا فهمت. تو نهار نجي نحكي عليها بالكدا خاطر هو موضوع يعني يلزموا للنقاش هذا. هذه المكان نتاعها كانت لهنا ونحوها فهمت. جماليه المكان باين، جماليه المكان، ولكن العباد ما تلقاش من يعني تستريح. سبحان الله، تو راجل يدبر راسه كما قلنا، تبدا مراه عندها سكر مريضه، مراه كبيره كذلك اغزر، يعني مش لايق. مدينه عتيقه سوسه وسياحه، نلقاو محطه بتاع لواجات لهنا وكيران، العباد تمشي وتجي يعني ما نلقاوش من يستريحوا. شوف ها، جي تحت حيط لهنايا روايح كارهه تولي منظر يعني خير لايق. عندنا نتاع جمل كبير، نتاع جمل كبير كذلك مشكل اللي تلموه حاجه خارق العاده فهمت بها وعلى جدا. هكاو ما عندناش اخر هكاو حاسلو شريتو نهار من نهار نهار من نهارات نحكيو عليه الموضوع هذايا. حتى وصلنا لجمل كبير كيما قلنا لكم الحركه ناقصه طريف باعتبار السخانه، السخانه كبيره برشا برشا حق كبيره. قالوا الناس هم الجي فما الكلاس لهنايا كذلك حلو بيهم. توصلنا احنا مطعم تاع جمال كبير، تحية السلام عليكم يا حاتم المعلم. سما عاش خويا البريك، راحت مع خويا عاش. هذه مقهى سويح فهمت قبل كانت. السلام عليكم تحياتي، ناس بعضكم يا ولاد الحوم هنا وكل قاعدين كل حب تصوروا. تحياتي لكم اخويا، بارك الله فيك، عاشك بارك لك. الحمد لله عاش خويا، الناس بعد كل الاولاد عاشك. ما لا تنسموا خويا مع السخانه هذه ها. ربي يرحمنا ان شاء الله، الحمد لله عاش خويا. تحياتي لكم هيا عاش الناس. هذه مقهى هذا وجو. السلام عليكم عاش خويا. جمع كبير هذايا الجمع الرمل، الجمع الكبير بتاع سوسه. نلقاو هنا في شارع فرنسا روحنا غادي قدام. يعطيكم الصحة على المتابعة والاهتمام، ونشكركم برشا برشا على تفاعلكم. كما قلنا لكم ما تنساوش إن شاء الله الليلة عندنا عرس إن شاء الله، بعد سهرية إذا كان في العمر بقية. هذا هو الجو فهمت. هنا نلقاو الحوان تو، نلقاو الزلابي والمخارق والشيشين هنا كذلك. هذا هو الجو. شوف الحوان هنا أي ما نقول لكم سيدي، إلى اللقاء، إلى اللقاء بعد قليل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.